المباراة احرزنا هدف بدري وفتح المباراة بدري وكل حاجة، ولكن انت قاعد مستريح، بتضيع فرص كتير، وحتى لما بتروح للجون يعني احنا برضو الكباتن كانوا لسه بيتكلموا في هذا الموضوع ان محتاج تطوير شوية في موضوع إضاعة الفرص. طيب يعني طبعا انا كل الناس تعرفني يا حبايبي وبحترمهم وبقدرهم بالتاكيد يعني، لكن اعتقد ان العالم كله عنده الحته ديت يعني، والا بقى هتشوف مباريات فيها 15 و16 هدف يعني مثلا يعني. دي ده 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 قانون من قانون كره القدم، ان انت ممكن ما تبقاش موفق او بيجيد الخصم قدامك سواء كان على مستوى الديفنس او حارس المرمى، لكن اقدر اقول دي ممكن يبقى فيها شيء سلبي لو كان فيها دلع او فيها يعني عدم تركيز او عدم اصرار ان انت تعرض اهداف، لكن في سوء توفيق او في اجاده من الطرف الاخر اعتقد ان دي حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه، يعني حتى لو احنا النهارده ضيعنا حاجه من عدد من الفرص ده هو سوء توفيق. يعني ممكن احنا مش من الناس اللي هي مثلا بتلعب كره طويله وخلاص، او بتعتمد على كره ثابته او ضربه ركنيه او اوت بيتلعب بشكل طويل فعندك حد يجيبه وخلاص يعني، لا احنا بنلعب لعب جماعي بشكل كويس قوي، بنلعب بنبدا الهجمه وبننهيها بشكل كويس والحمد لله على كل شيء يعني. طب بقول لك ايه يا كابتن سيد، هو اليو باتجي